والله هي طبعا فتحة إيجابية للمواطنين اللي لهم مصالح خارج البلد، يعني سهلت كثير أمور كانت مستعصية على الناس، وإن شاء الله بضلوا المعبر فاتح على طول. والله فتحة متأخرة شوية وفي طلاب كثير تأخروا عن دراستهم وعن جامعتهم، والجامعة لها فترة كبيرة بادية يعني، وفي تأخير كثير يعني من طلاب كثير، وأنا من الطلاب هذه. طب ماشي يعني الاطفال يعني بتخش جوا الكمامات ما حمش كمامات؟ هات لي هات الطفل هذا هنا. كمامات جاهزين كل 100% جايك على الجوله.